We'll be right back.
ينفذ الرمية على جانب أليكس ميندومو. أليكس ميندومو يرسل في العمق، هذه فرصة، هذه جول، هذه جول. يا عبد الغني يا معاوي يتصدى لفهد الحمادي، يخرج الفهد لتصدى لهذه الكرة في أصعب أصعب اختبار لفهد الحمادي. أكيد سنتابع اللقطة الماضية والتألق لفهد. شوف الإعادة، شوف وسط الميدان إمامية لفهد الحسنية، انطلق من الجهة اليمنى، هذه خطيرة. الكرة تمر والكرة في العمق، هذه خطيرة، هذه الثانية. أوه يا مروان يا فخر، أوه مروان فخر يلقي التحام جميلة في الثاني، فاحترم في وسط الميدان هذا بوخريس، بوخريس. أوه الهدف الثاني يضيع أسامة الغريب من جانب رفيق ومعاوي والبقية. ضربة جزاء تنشوية وقعت خطاها هنا داخل منطقة الجزاء. هذه اللقطة، هذه العملية، هذه العرقلة. شوف مرة أخرى، شوف مرة أخرى التدخل الماضي وبالتالي ضربة جزاء. عبد الصمد الحكم يسعد الطاقة الصافرة وإشارة التنفيذ. هذا الرفيق يصعد، الرفيق يتقدم، الرفيق رفيق رفيق. هدف التعادل، طنجاوي طنجاوي، الرفيق عبد الصمد يسجل هدف التعادل. وفرحة سارة الهركوليس الحاضرون هنا في ملعب يدرير يسعدون بهدف التعادل. الإعادة مرة أخرى، شوف شوف الفرحة التنجاوية، ودائما معاه الشعار الأمني. اللي في راسي معاه وهي معنا بالي، وصلنا شبلاني بالي، تنجاوي وراسي عليه، ومزيونا يا العالم، مزيونا يا العالم. هكذا يردد التنجاوي، التنجاوي يقتربون من هدف التانية. فادي الحمادي، هذه الكرة كانت تغالط فيه لحصل حق الكرة على المرمى، ولينا الركنية تحرز المتواصل من رفقة رفيق، رفقة رفيق، نعم هذا هو رفيق. هدف، هدف الثاني، تنجاوي يعود من جديد، يتمكن من تسجيل الهدف استلام ممتاز هذه الكرة يا حمودين، استلام ممتاز يا حمودين. هذه الكرة فرصة 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 فرصة. ركلة جزاء أخرى لاتحاد طنجة، ركلة جزاء أخرى لاتحاد طنجة. وقع في المحظور الحارس المجد، وقع في المحظور يا المجد. وهذه كوتا الثالث لفريق اتحاد طنجة، نور الدين ابراهيم هنا كان حاضرا يعلن عن ركلة جزاء. هذه الإعادة، هذه اللقطة فخر الكشاني فعلا يصطاد ركلة جزاء، الإعادة واضحة. سنتابع الكرة، هذا هو عادل مرابط ينتظر هنا صفرة الحكم نور الدين ابراهيم. إذا عادل مرابط، عادل مرابط، عادل مرابط يتقدم. خلاص خلاص خلاص، الانتصار لفارس البوغاس. نعم اتحاد طنجة يتمكن من الظفر بثلاث نقاط بثلاثية طنجاوية في المرمى الأكاديمي.